السلام عليكم. يجهل بعض الأهالي وجود سوء إطباق في أسنان أطفالهم، ومن أسباب وأشكال سوء الإطباق وجود خلل في نمو أحد الفكين العلوي أو السفلي أو كلاهما. مثلاً، أولاً، بروز في الأسنان الأمامية. ثانياً، عضة معكوسة في الأسنان الأمامية. ثالثاً، وجود فتحة أمامية بين الفكين ووجود فراغات كبيرة بين الأسنان. وبناء على توصيات الجمعية الأمريكية لطب أسنان الأطفال، فإن العمر المناسب للبدء بتشخيص هذه الحالات وعلاجها هو عمر 7 سنوات، حيث نقوم بعلاج بعض هذه الحالات عن طريق تركيب أجهزة تساعد في عملية توجيه النمو إلى الاتجاه والمعدل المناسبين، وبالتالي تساعد على تقليل الاحتياج إلى العمليات الجراحية في المستقبل أو تقليل خطورة هذه العمليات. أنا محمد الجباب، طبيب مختص في تقويم الأسنان. أدعوكم لزيارتنا في المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الرياض، وعمل الفحص والتشخيص اللازم للاطمئنان على صحة وأسنان أطفالكم. مع تمنياتي لكم ولأطفالكم دوام الصحة والعافية.